أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبك. معنا يا جماعة الشفشق ده، والقاعدة اللي احنا هننفذها لكل أنواع الشفاشة كلها. ليه يا جماعة؟ الجهاز ده الشفشة ده يا جماعة بينزل مية، مفيهوش شرخ، مفيهوش كسر، مفيهوش أي حاجة من تحت. السبب يا جماعة هو الجلبة، وفي خطأ لما بنتملي أغلبنا بنعمله، أو أصحاب الشفشة. أصحاب الشفشة يا جماعة غالبا بيروحوا للفني ويقولوا له بيخر، أو هم الوحدين كده يقولوا غير لنا الجلبة دي. الجلبة دي يا جماعة اللي بيدخل فيها السكينة كده، الأكس ده لازم أغير السكينة. لما أجي أغير السكينة دي يا جماعة وطريقتها كده، لازم أبص كمان للسكينة، أبص على السكينة كده يا جماعة، ألاقي فيها شروط كده أهي على هيئة دواير. ديك يا جماعة عاملة زي المبرد اللي ممكن يبرد دي تاني. فلازم نغير، أما نيجي نغير الجلبة يا جماعة لازم نغير السكينة، لأن السكينة دي تعتبر مبرد، هتوسع الماء اللي هو الفتحة دي اللي بيمشي فيها اللي بيعدي فيها دوت، فلازم نغيرها معاه. ونغيرها ازاي بقى يا جماعة؟ نجيب كده الجلبة ونركبها. ادي الجلبة يا جماعة، جبنا جلبة اهي زيها. اول حاجة هنفكها كده بزرادية اهو كده يا جماعة، اهو فكناها كده، وهنفك بقى الجزء ده كمان اهو اهو، وهنجيب الجديدة اهو يا جماعة كده، ونروح مركبينها مطرح القديمة اهو كده كده يا جماعة. نشيل الجلبة دي عشان في جلبة راكبة اهو كده اهو كده يا جماعة، ونكمل دي كده اهو اهو، ونجيب ديك الصامولة دي يا جماعة ونركبها عليها بالطريقة ده هي كده اهو اهو. يبدو ان دي مضايقة شوية، نشيلها اهو ونركبها بالطريقة ديك اهو اهو كده يا جماعة اهو، ونتأكد ان هي مربوطة جامد كده هوك، ونجيب شوية زيت صغيرين. هنجيب يا جماعة السكينة اهي الجديدة، دي السكينة الجديدة، ونخلي بالنا من الأولسي ده، ده اللي بيمنع المية تعدي ليه من خلال الجلبة اهو كده. ونجيب دي يا جماعة ونديها شوية ايه، شوية زيت عشان تسهل العملية وما يسخنش جامد اهو كده بالزيت اهو كده يا جماعة. اهو كده عديناها اهو، عديتها اهو يا جماعة. وهنجيب بقى ايه الورد دي اللي كانت راكبة في القديم، وهنحطها كده، ونجيب البكرة دي او الترس ده التدريج بتاعه من الداخل اللي بيدخل في الكاوتشة بتاعت الخلاط. وبكده اهو كده وحر الحركة اهو، وبكده كده اتعمل. ارجو ان اكون قلت حاجة مفيدة، وانك لما تيجي تغير الجلبة بص للسكينة شوفها مشرشرة فيها خشونة، لازم تغيرها عشانها مش هتقعد كتير هتبوظ الجلبة الجديدة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.